الحمد لله موصولا كما أمر مباركا طيبا يستنزل الدرر ذي الفضل والمن والإحسان خالقنا رب العباد هو الله الذي قهر حي عليم قدير والكلام له فرد سميع بصير ما أراد جرى أحمده وهو أهل الحمد معتمدا عليه معتصما به ومنتصرا ثم الصلاة على محمد وعلى أشياعه أبدا تندى ندى عطرا وبعد فالمستعان الله في سبب يهدي إلى سنن المرسوم مختصرا علق علائقه أولى العلائق إذ خير القرون أقاموا أصله وذرا وكل ما فيه مشهور بسنته ولم يصب من أضاف الوهم والغيرا ومن روى ستقيم العرب ألسنها لحنا به قول عثمان فما شهرا لو صح لاحتمل الإيماء في صور فيه كلحن حديث ينثر الدررا وقيل معناه في أشياء لو قرأت بظاهر الخط لا تخفى على الكبرى لأوضعوا وجزاء الظالمين لأذبحنه وبأيد فافهم الخبرا واعلم بأن كتاب الله خص بما واعلم بأن كتاب الله خص بما تهو البرية عن إتيانه ظهرا قال سرفتهم محاث نصرتهم وفر دواع فلم يستنصر النصارى كم من بدائع لم توجد بلاغتها إلا لديه وكم طول الزمان ترى ومن يقل بعلوم الغيب معجزه فلم ترى عينه عينا ولا أثرا إن الغيوب بإذن الله جارية مدى الزمان على سبل جلت صورا ومن يقل بكلام الله طالبهم لم يحلو في العلم وردا ولا صدرا ما لا يطاق ففي تعيين كلفته وجائز ووقوع عضلة البصرا لله در الذي تأليف معجزه والانتصار له قد أوضح الغرارا ولم يزل حفظه في الصحابة في علا حياة رسول الله مبتدرا وكل عام على جبريل يعرضه وقيل آخر عام عرضتين قرا إن اليمامة أهواها مسيلمة الكذاب في زمن الصديق إذ خسرا وبعد بأس شديد حان مصرعه وكان بأسا على القراء مستعرا نادى أبا بكر الفاروق خفت بعلا ندى عادنا نادى أبا بكر الفاروق
نادى أبا بكر الفاروق خفت على القراء فادرك القرآن مستطرا. فأجمعوا جمعه في الصحف واعتمدوا زيد بن ثابت عدل الرضا نظرا.